بضخامه كيان دواجن الوطنيه في مصر الا ان حضرتك قمت بتنفيذ واحده من اكبر عمليات التطوير في العنابر والمجازر الخاصه بالمجموعه. كان ايه الهدف منها؟ ده احنا لسه هنشهد افتتاحها خلال الايام الجايه المفروض. احنا دايما كل بنتكلم في استثمارات 500 مليون جنيه تطوير. صحيح. دايما الشيء اللي ما يتطور بيبقى ثابت في مكانه، معناته انت ما بتواكب التقدم اللي حاصل في التكنولوجيا او في الماده العلميه او في المؤتمرات اللي احنا بنعقدها كل سنه. احنا بنطور ما هو جديد في الصناعه على المستوى العالم، ايش احدث وافضل التجارب اللي تمت وافضل نتائج تحققت. نفس الحكايه احنا بنعكسها في مواقع الشركه جميعا، كم في موقع الجدود او الامهات او التسمين او الاعلاف والمجازر، انه احدث حاجه وصلت لها تكنولوجيا. دائما بعد ما نجح التجارب نبدا نطبقها عندنا مع اكبر شركات العالم. بنستفيد من الشيء هذا انه بنقلل تكلفه من ناحيه انه بنعتمد على الميكنه وعلى احدث التجهيزات اللي بتستخدم واللي بتعطي اعلى معايير اللي بننافس فيها اكبر شركات في العالم. هذا الجزء ما يخص تطوير المواقع، وهو عنصر اساسي احنا دائما بنطور فيه للشق خاص بالادوات اللي بنستخدمها او الشق خاص بالامن الحيوي.